أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يقول: أنا تأتيني بين فترة وأخرى معاصي خلوات، يقول تأتيني بعد بين فترة وأخرى معاص في الخلوات، فهل هذا يدل على عدم الخشية في الغيب؟ ومن نقص، هذا يدل على نقص الخشية. عليك بالاستغفار والتوبة والله يغفر لك. الإنسان محل النقص، ما أحد كامل الخشية، كامل الإيمان، كامل العمل، لازم من نقص. لكن من رحمة الله أنه جعل باب التوبة مفتوحا. نعم.